المية يعني لو شخص عايش بيحب المية كتير جدا وقليل جدا في الأكل، ده كده كويس؟ لا ليه ليه ما ممكن ما يفتكرش الأكل ده خالص غير لو حد يعني هو اللي أكله أو كده، فاهم؟ ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك يا غيث، ربنا يسعدك يا رب. بص بصي، انا عايز اقول لك حاجه. زي ما انا بقول لك كده، اشرب احتياجي. انا ما بقولكيش اشربي ثلاثة، ما بقولكيش اشربي ثلاثة، ما بقولكيش اشربي 6 لتر ميه في اليوم، بقولك اشربي احتياجي. طب يا دكتور احمد، اعرف احتياجي من الميه ازاي؟ هو ده السؤال. تساليني انا اعرف احتياجي من الميه ازاي؟ انا مثلا وزني 80 كيلو، اقسم وزني اللي هو 80 كيلو على 8، الرقم يطلع كام؟ 10 كوبايات. طب حجم الكوب بتاعي قد ايه؟ حجم الكوب بتاعي بشكل بسيط نقدر نقول 250 مللي. فانا مثلا لو انا احتياجي 10 كوبايات في 250 مللي بيطلع لي 2 لتر ونص، يبقى انا احتياجي من شرب الميه يوميا 2 لتر ونص. لو انت مثلا وليكن وزنك 60 مثلا، هتقسمي 60 على 8، عدد الاكواب اللي هيطلع، هتضرب الكوبايه هيكون حجمها 250، طلع 6 كوبايات 7. هقول لك انا 69، انا 69 تمام. 69 يعني هيطلع لك تقريبا مثلا وليكن بنتكلم عن يعني بنتكلم في 6 7 كوبايات في اليوم. فانت قولي 7 كوبايات ميه في اليوم، يبقى ده احتياجك، ولا تزودي ولا تقللي. الزياده غلط. يعني بصي القاعده الاساسيه بتاعتنا. طب انا بشرب منهم كوبايه شاي، ومنهم كوبايه قهوه، ومنهم كوبايه شاي بلبن، 3 كوبايات. طب اكشف لك، والاربعه التانيين مش موجودين. بص، كوبايه الشاي والقهوه اللي انت عايزه تشربيهم في اليوم اشربيهم، ما عنديش مشكله فيهم. وحتى الكافيين اللي موجود عندنا فيه مضادات اكسده بيحمي الجسم من الشوارد الحره اللي هي ممكن تبقى سبب في امراض عندنا. لكن الافراط في شرب الشاي اللي فيه مشكله صحيه، الافراط في شرب القهوه، اي حاجه الافراط فيها ممكن تعمل مشكله صحيه. اللحمه دي مش حاجه مفيده وبروتينات وتزود العضلات وتجدد الانسجه الثالثه وحاجات زي كده. لكن لو افرطنا فيها ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل مثلا فيها؟ ان البروتينات دي تعملها تزود لنا الاملاح في الجسم وتزود، ممكن تعمل لنا نقرس. كذلك برضو الشاي لو شربناه كتير، وخصوصا مثلا الحوام اللي بتشرب مثلا شاي، بيبقى عرضه للاجهاض. ليه بيبقى عرضه للاجهاض؟ لان كميه الكافيين او نسبه الكافيين بتاعتنا، نسبه الكافيين بتاعتنا بتتدفق عبر المشيميه للطفل للجنين وتاثر على الجنين بتاعنا. تمام. فانا بتكلم مثلا فشرب الشاي الكتير مضر، لكن لو خدناه بكميه معتدله، كوبايه كوبايتين في اليوم، او القهوه نفس الكلام كوبايه كوبايتين في اليوم، ما عندناش اي مشكله. احنا احتياجنا مثلا وليكن من الكافيين مثلا بنقول 400 مثلا، بنقول احتياجنا من الكافيين يا غيث، والله العظيم غيث ده حاسس ان ربنا هيديني، هيفرحني فرحه كبيره جدا. هذه الفرحه هتنزل على كل الناس اللي حوالينا. الله اكبر، يا ساتر يا رب، يا ساتر. والله غيث، ربنا اتشرفت، والله انا اللي اتشرفت فيك يا غيث، والله العظيم غيث ده. انا والله بسمع فيديوهاتك، يعني انت من نفس المؤسسه، مؤسسه الخير ومؤسسه الجمال ومؤسسه الطاعه ومؤسسه فعل الخير. يعني انت تعرف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، في حديث عن النبي بيقول لان يهدي الله، لا مش ده، الحديث الثاني بيقول ايه؟ لن يمشي احدكم في حاجه اخيه خير من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرا. الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلنا نفسنا بلا استثناء ان احنا ما تعملي البكيه، تلغي البتاع دي عشان ما عادي، يعني ممكن تلغيها عادي. لان يمشي احدكم في حاجه اخيه خير من ان يعتكف في مسجدي هذا شهرا. شوفي تعتكف، ده احنا بنتمنى ان احنا نعتكف ليله واحده في مسجد النبي. لو انا اعتكفت ليله واحده في مسجد النبي، المفروض امشي اعمل فرح، لان ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نشتاق ان احنا نلقاه في الجنه ان شاء الله تعالى باعمالنا الصالحه ان شاء الله تعالى. حاول نسال الله عز وجل ان يتجاوز عن سيئاتنا يعني. لكن شوف بقى، لو انت اعتكفت ليله في مسجد النبي، ليست افضل من ان انت تمشي في حاجه انسان، حد يكون محتاج المساعدة. عشان كده الواحد مثلا وليكن بيخش، بيحاول قدر الامكان في الاوقات الفاضيه ان هو يخش يتكلم مع الناس، حاول قدر الامكان ان هو يفيد الناس. واحنا امه محمد خير امه اخرجت للناس، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالدعوه لله عز وجل، انا كطبيب يبقى في التغذيه مثلا في فيما يخص تخصصي.